السلام عليكم شباب، رجعت لكم بحلقة جديدة. طبعا يا شباب في الحلقات يمه في عنكبوت، شفتوه في عنكبوت. والله تعال لحظة، تعال والله اني اتحدى احد شاف العنكبوت، اتحدى احد شاف العنكبوت. يوسف مكتشف، وين راح العنكبوت؟ يدور هو 100% يدور. ادوها، شفت العنكبوت. او ماي جاد، صدقوني يا شباب ان هذا واحد من اعظم الاكتشافات. انا شفت عنكبوت بس ما اقدر اضغط عليه، والله ما اقدر اضغط عليه. وليز عموما يا شباب، فكرة مقطع اليوم اقدر اضربه بالفليت يمكن. ترى في اشياء يا شباب غريبة لما احنا نحركها. فكرة مقطع اليوم يا شباب ان انا راح استعرض لكم الثلاث نهايات، وايضا في شريط سري يا شباب لونه اخضر. هذا الشريط انت تقدر تطلعه من خلال اي لغز انت تحله بعد ما انت تطلع جميع الاشرطة. مثل ما انتم شايفين هذه الاشرطة طلعناها، اللي هو الاحمر والازرق والبرتقالي. الشريط الاخضر انطلع يا شباب من لغز انا ما سويته. طبعا مثل ما قلت لكم ممكن انا ارجع الى اللعبة في اكثر من حلقة احاول اسوي اشياء معاكم. هذه يا شباب الشاشات يمكن انا اشغلها بترتيب معين، اضغط على هذا مثلا يعني، وهذا وهذا. شوف سمعت الصوت غير، فيمكن انا اشغلهم بترتيب معين. بصراحة حاولت تقريبا ربع ساعة انا من شوي بس ما صار شيء. وطبعا للتنبيه الجديد على القناة، هذه مو الحلقة الاولى للعبة اماندا للجزء الثاني. انا الان يعتبر نزلت ثلاث حلقات، هذه الحلقة الاولى، الثانية، الثالثة. هذا اذا انت تبغى تشاهد تختيمي وتستمتع بالمغامرات والاحداث بشكل كامل. في هذه الحلقة بتكون نشاهد معاكم الشريط الاخضر اللي احنا ما شفناه، ما استعرضناه في ولا حلقة من هذولا. وايضا راح اعرض لكم الثلاث نهايات، لان هنا كانت في نهاية وهنا تقريبا كانت في نهاية وهنا كانت في نهاية. ابحطها لكم كلها في هذا المقطع باختصار. هنا يا شباب الشريط الاخضر انت ممكن تطلعه من خلال هذا اللغز. حلو، هذا كود اخذه وانا ودي احطه هنا في الجهاز. حلو، واسوي سكان خلاص وارمي ورقه واضغط واروح الى كليك مي. طبعا اي لغز انت تحله سواء حليته من بدري او متاخر الاشرطه بتطلع هي بترتيب معين. يمكن ما يطلع معاك الشريط الاخضر لأنه يمكن أنت ما طلعت الأشرطة اللي قبل. فالآن نضغط كليك مي وفي زي الخرابيط هنا، شفت كيف نزل الشريط؟ الآن طلع لي إيرور، نزل الشريط. نقول بسم الله، حطينا الشريط. أوكي، هذا هو الشريط السري يا شباب، الشريط الأخضر ده. هو ده في واحد في المستشفى. من اللي قاعد يصوره؟ يتختن والسكتة. أيوة. اتوقع ده المدرس اللي كان يعلمهم صح، اللي خطفوه، اللي حطوه في الاستجواب. انعاش، شكله قدر يهرب بس هو في المستشفى. لا مو هو، هذه بنت. من هدي؟ في شيء في مخها. يوه هرب اللي كان يصورها. شريط مميز ده مرة. طبعا هذه يا شباب اللي كانت في المستشفى هي نفسها اللي صار لها حادث في النهاية السرية اللي احنا سويناها معاكم هنا. الان راح استعرض لكم انا الثلاث نهايات اللي سويتها في الثلاث مقاطع. فالان تعتبر فقرة حرق، اذا انت ما شاهدت المقاطع الثلاثة الطويلة انصحك تشاهدهم، او اذا انت تبغى تختصر على روحك يعني عادي ممكن انت تشوف النهاية الثلاث هذه باختصار. أماندا؟ لا خلتها بحالها. Are you still up there? اوكي فهمت. عشان كده هو كان مفقود. انتهت. Actually, you know what? No, I'm not done treasure hunting. I really thought we'd find something special and you didn't help me at all. So you thought there was something good for me.
Do you have a treasure out there that will make me happy? واو تيك توك طلع الوحش تايمز رانينج اوت ياخذ شاشه اوه يبغى حاجه اعطيها اياه يبغى حاجه اعطيها والبقره ما اتوقع بعطي البقره طلع صح يما او ماي جاد او ماي جاد النهايه هذه يا شباب الاولى سوينا النهايه الاولى انجر ايشيو ما اعطي البقره يا شباب ممكن اعطي حاجه ثانيه تيك توك يبغى الخروفه يس يبغى الخروفه هو يا رب صح خروفة يا رب صير صديقي عجبته صدقون عجبته لا لا ول أشوت ول أوح أجل هنا صار في زر سر وكان سري. Good. You're okay. Let's do what we came to do and get out of here. أخذت الأدلة وأخذت الأدلة كلها. لا. What? مسحورة الأشرطة. Oh my God. Run. اركض. لا. ماتت. كيف انقذها؟ هروب. بنزل تحت مكان سري. Oh my god. لا تقولي النهاية. لا. Did that thing do this? I'm really glad you're okay. Let's gather the tapes quickly. I'll go grab what I can from the library, and then we've really got to get out of here. Okay. Okay, okay, okay. يا شباب الحين نفس الشيء بس نغير بدل ما نفتح البوابة نحط شريط ونشوف وش يصير. Oh, Riley, please. Oh God, I'm praying you're here so someone can get this to you. You can stay safe so I can protect you. Please just don't watch the tapes. Destroy them. نمبر الأشرطة. What do you think? How can I possibly help you in this? I'm so sorry. I thought I couldn't. لا بس في حاجة شكلها. Everyone who's trying to figure it out, they're all dead. ما أعطوا كلهم. Please, I can't bear the thought of it. The letter I wrote, I was wrong. Riley, there is no higher calling. There is only suffering. Oh my God, you didn't see me again. Please, listen. I was so stupid and arrogant to think we could beat them. Wasn't ever ours to lose. She was already gone. I can't let you get lost too. قلت أنا قلت صار حادث. ما بدها تكمل كلامها. Riley, I don't know what to. I am so sorry. She, Kate, died because of me. Okay. My brother was one of the kids who disappeared. All I wanted was to find him. And someone came to me.
They told me he was trapped and that the only way to free him was to smash the tapes. And I believed them. Okay. I brought you here to destroy these. I thought I was doing the right thing. The night she died, I went to your aunt's house. She'd been working so hard to find the truth, but all I wanted was to get Jordan back. I screamed at Kate to give me the tapes, and then... that creature. كشفت عن وجهها. It was horrible. I pushed Kate out of there, begged her to run. I didn't want her to get hurt because of me, but then she... I think it was protecting the tapes. We didn't know. Kate didn't know. And now I... led those psychos right to her house. They're the ones who burned it down. It was to destroy those tapes. I know it. I saw the letter she wrote to you. I know she trusted you to pick up where she left off. And I took advantage of that trust to bring you here, to find the tapes. I don't know if you can ever forgive me, but I do know that Hamlin needs to be brought down. I won't be their pawn anymore. I will do whatever I can to... Oh my god, لا تموتي مرة ثانية. Please, don't die. Take these and get out of here. Okay. Go! I'll be right behind you. لا تموتي لا تموتي. أتوقع هذه النهاية الصحيحة. هذه النهاية الصحيحة يا شباب. المفروض ما تموت لأنه نو no. What لازم لازم تموت شكلها. No way man. Oh my god لازم تموت. بس والله كشفت لنا أسرار واجد في الخطاب. صوتها بعدين ما تموت. No. اوه ماي جاد. شوفوا كم ساعة قاعد العب، تقريبا 6 ساعات، تأكد الآن انكم فعلا جلستم بها، تدعس لايك ومع السلامة.